يا شيخ مصر، عايز اقول لك حاجه. هو احنا ما جاتش القعده دي اعتباطا كده. طبعا. هو يعني في بعض الجامعات المصريه زي مثلا كليه الاداب في جامعه الاسكندريه انشات زي معهد لدراسه القبطيات، وجت جامعه دمنهور راحت عملت حاجه جديده اللي هي عامله زي يعني قسم لدراسه القبطيات. فوقيله على مستوى وزاره التعليم العالي انه هذا في سبيل ان هو التوسع على مستوى الصعيد في انشاء هذا القسم، بحيث انه يكون في كل كليه يعني متخصصه ينشا فيها قسم للدراسه عشان الناس تتعرف على الحقبه ديت وما بالزبط. كان فيها يعني وما كان فيها. انا بس قبل ما اخش في الحقبه انا حابب اسال الدكتوره آمنه سؤالين اتنين مهمين جدا. السؤال الاول، حضرتك يعني بالبلدي كده مش ناقصه اعلام يعني، وكتير بيقول لك وبتعتذري وعلى يدي انا يعني انا شاهد على هذا الموضوع، كتير يقولوا انت هتيجي النهارده برنامج كذا والدكتوره امنه هتكون معاك، وبعدين الاقي بعدها بساعه بيتصلوا بيا الدكتوره امنه اعتذرت، فانا كمان اضطر اعتذر لهم. خلاص طالما اعتذرت انا كمان معتذر يعني، ببقى مضطر برضه. السؤال هنا، ليه برنامج الصديقان لما بيطلب حضرتك في انك تحضري ده على راسي بتحرصي على الحضور؟ الموضوع مش اعلام. لا لا لا، انا بقول المقدمه دي عشان اقول الموضوع مش اعلام، مش كاميرا ولا اعلام ولا كلام من ده. اكيد للموضوع بعد اخر عند حضرتك عاوز اعرفه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ده طرح جميل نبدا به الحلقه. شوف يا شيخ مظهر، الامه اللي بلا تاريخ تبقى امه الضياع. وانا كاستاذ فلسفه والصديقه العزيزه اللي معايا استاذه فلسفه، نحترم تاريخ الامه، نحترم تاريخ الفكر، نحترم تاريخ زي ما بنقول يعني مقوله الزمان ومقوله المكان في الفكر الفلسفي، ده شيء اساسي في تشكيل الامم. صحيح. فانا لدي تاريخ، الزمن محسوب عندي، فلا بد ان انا اذكره واعتز به ولا اتوارى ولا انكره. سواء المرحله فيها حاكم احب او ما احبوش، سواء فيها احنا عندنا استسهال ان انا اعتم على مرحله، لا ما ينفعش كده. تاريخ الامم وساعه ساعه الزمن لا تهمل شيئا ابدا، خيرا كان ام شرا، قبلته ام ارفضه، احبه ام اكرهه، لا لابد ان احنا نتعلم كمؤرخين لتاريخ هذا البلد الذي حوى من اشكال ومن الوان التاريخ ما يجب ان احنا نعتز به. طيب بايجابياته وبسلبياته. طيب انا برضو لسه محتاج الاجابه على سؤالي. طيب لماذا الصديقان؟ عشان الشيخ مصر، لا مش عشان شخصيتنا، اكيد في رساله سيادتك بتحب توصلها. انا عايز ابلغها للناس، لكن اسمحي لي اخذ فاصل وارجع اسمع من سعادتك هذه الاجابه ان شاء الله. فاصل. اهلا بحضراتكم ضيوفنا الكرام، بستكمل معهم الحوار دكتورة امنه نصير ودكتورة عايده نصيف، برحب بحضراتكم مره ثانيه. دكتوره امنه، السؤال الذي كان قبل الفاصل، لماذا تحرصين دائما رغم مشاغلك ورغم ضغوطاتك؟ لا ورغم انا جايه تعبانه جدا، امبارح كان عندي البيت كله والاحفاد والاولاد. ما هي الرساله دكتوره؟ الرساله عايزه كما تعلمتها في طفولتي في قريه موشة. انا مهما اقول لك يا شيخ مصر وسياده البابا ان احنا في نشأت في عيلة محبة جدا لأهلي. أنا ما بحبش كلمة نسيج ولا عنصري، ما بحبهاش أبدا، إنما أقول أهلي. أيوه. فسيادة الأنبا أهلي. وأنت أهلي طبعا، وهكذا هي الحكمة. بس الشيخ مظهر زمالك خلي بالك. لا ما ماليش في الكورة. أنا أهلي خلاص. أنا خلاص أهلي بقى. أنا ماليش في الحلقة دي أهلي، مش مشكلة. فأنا يعني في صورتي من طفولتي وأنا طفلة نشأت في بيت كنت أقول يا عم محمد ويا عم حنة. عمرنا ما حسينا بأي تفرقة في العيلة أو في جيراننا أو في أهلنا. أنا عايزة أقول لك حاجة من الطرافة، وأتمنى يكون العيلة سمعاني، إن إحنا كان مدير أعمال عمي أحمد نصير رحمة الله عليه اللي هو مالتي مليونير الصعيد، كان معاه مدير أعماله نصيف، كان اسمه نصيف أحمد نصير من يعني كتر كان مسيحي لكن سموه على اسم عم حضرتك. من كتر ما كان يحبه ومعتبره زي ابن مسلمه ومقاليد أمه. وإلى الآن عيلة نصيف في أولاده وأحفاده ما زال ارتباطهم بعيلتنا وبأولاد عمي أحمد نصير ارتباط قوي جدا جدا.
اتمنى ان اي احد من هناك هو يحكي لكم اكتر مني. ادي واحد، انا متعلمه في مدرسه مسيحيه، انا خريجه المدرسه الامريكان ميشن سكول اللي هي المدرسه الارساليه الامريكيه باسيوط، دخلتها وانا عمري 8 سنين او 9 سنين لغايه ما اتخرجت منها. شكلت الوجدان بقى. فشوف العيله محبه. انا فاكره كان في 3 بنات ما لهمش اخ ولا، وكان الطين بتاعهم ابويا اللي حموه لهم الارض، يعني الارض. مش كل الناس تفهم يعني ايه طين، الفلاحين بس بيعرفوا يعني ايه طين. الارض الزراعيه بتاعتهم. كان ابويا هو الذي يحمي لهم هذه الارض اللي هي بتاعتهم من ولاد عمهم اللي هم طمعانين فيهم، هم ما لهمش اخ ولد، هم اللي اولى بهذه الثروه. واذكر موقف، كانت عيني جايه تتعالج، احدى البنات جايه تتعالج في القاهره، طبعا في الصعيد زمان كانت ميجي القاهره ده كانها رايحه كندا. فجت كده جايبه منديل وحاطه فيه عقود الارض وذهبها، وجت قالت يابا الحاج، مش تقول لا يابا، يابا الحاج انا رايحه اتعالج عشان ربنا يديني عين، دول معاك، اذا رجعت هاخدهم، اذا ما رجعتش اديهم لاب الكنيسه اللي في جبل البلد. هذا هو المناخ اللي تربيت فيه. ولذلك انا وانا في المدرسه الامريكيه عمري ما كنت اعرف الفرق ما بين سلوى عبد المسيح حبيبتي دي الاسكندرانيه، وبين ماجده لورنس اللي هي استاذه في الجامعه الامريكيه، وبين عيشه محفوظ. اتربيت في هذا المناخ. ولذلك انا مهما اقول لك انا النهارده جايه، لو اي حلقه انا كنت اعتذرت عنها حقيقه والله. انا جايه علشان حضرتك وعشان خاطرك. انت بتنورينا وبتشرف البرنامج وبتسري اللقاء الحقيقه. مش عارف الدكتوره عايده تحب يمكن تلقي يعني، هو بص يا دكتوره هم يعني بيطالبونا ان احنا لازم نخش جوه الحلقه يعني. هم الدكتوره يعني شوف اي كلام هنقوله هو جوه الحلقه ان شاء الله، ان احنا بنستفيد من القامات اللي معانا في كل حته.